السلام عليكم يا حبايب، أنا طالع أنا وحريم ولدي هم على السطح ننظفوا الحماء، أو اللي بصوا قولوا والله ما صلى على النبي، أو تعالوا تعشوا معانا يا غالي، جايبين قد حبة حمام حلوين هم زغلين زيكم يا مزغللين، قلنا ننظفهم على السطح. مرت محمد راحت تتطعم من هد. هات يا حم وهات ارمي لي هنا يا حم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو حمام كالعصافير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحسوا نفسكم عتنظفوا في عصافير. اهو ارمي يمن ايوه ارمي يمن. انت هتحب الحمام يا منى؟ بس يا منى استاذ حد ما بيحبش الحمام يا ماما. اقوله صفاء مش هتحب الحمام. يا منى لسه قالت يا ماما مفيش حد ما بيحبوش. انت هتحب الحمام يا صفاء؟ اه يا منى متربيه على اكل. امال احمد هيقول لا مع صفاء ما تحسبوش حسابها مش هتحب الحمام. انت قلت كده يا احمد؟ لا احمد جاء ومحمد وعلاء قال لي ما تحسبيش حساب منى في الحمام. ودي ندم جيب لها حمام زاجل. وندم مريحة نفسي. جيب لها ايه؟ حمام زاجل. تجيبوا لمنة؟ ايه. انا عاملاك هتقول لها جيب لها ايسون. ايسون؟ اي. ايه ايسون؟ تشربوا يعني عشان زورها وجح؟ جيب لها حمام زاجل. ما الحمام واعر يا علاء. هيتعب البرد. لا مش واعر. تقدر على الحمام انت؟ تحب الحمام انت؟ ايوه محبه. طيب واحمد مش هيحب الحمام. اه يا ماما احمد ما بيحبوش. احمد ما يحبش الحمام خالص. يعني كلنا ما نحبوش الحمام. امال جاب الحمام لمين؟ جابها ما كله من وحبايب. احمد هيحب الزوجه اللي هو ومحمد. تحب الزوجه لا يا احمد؟ احب منك يا غالي. ماشي يا حاج احمد، ما تيجي يا ولد تنظفوا معانا. يا ولد تعال يا علاء نظف لك حمامات. يا منى قالت لك اهي. تعال يا ابراهيم. تعال يا ابراهيم، تعال نظف لك حمامات يا ابراهيم. تعال يا ابراهيم، خلي المشاهدين هيقولوا فين ابراهيم؟ مين ابراهيم ده؟ تعال حيت بودي كان معانا قالوا هو ابراهيم ده. لا والله والله شفت تعليم يقول ابراهيم ظاهر. هو ابراهيم فعلا ابنك كبير حد يرد عليا. طب ابراهيم بيتكسف يا جماعه. تعال وريهم نفسك أوه. يا ابراهيم اهو يا جماعه. اللي معاكم اللي هينضف حمام ده ابراهيم. ابراهيم يا مشاهدين اهو هينضف حمام اهو. هات الكرسي. كرسي اهو. ازيكم يا جماعه؟ كرسي كرسي ظهر مع تنظيف الحمامه اهو يا ابراهيم. كرسي اهو يا ابراهيم. كويس يا عم ابراهيم. لا مشكله. ده شاطر ابراهيم يا منى. ده في مره وهو قبل لا تتجوز اوعي تقطعيها، اللي تلاقيها ناعمه حطها في المي. من نصيب اللي هتقطع حاجه اللي هتقطعها هتاكل. ايه قطعين كلهم يا بنت يا منى. صدقي صح. ناس دي ناس دي ناس حمرتح. قالت لك قطعيهم كل يا بنت يا منى عشان تاكليه. خلاص حي. طب ما تبقاش حلوه يا صفاء، مش لا تتحش. مهم يا ماما. مش مهم. تاكلها نيه. تاكلها بالخير. تاكلها نيه. لا يا صفاء انت يقرب لك ابراهيم يا صفاء. ها؟ ده ابراهيم هيقطعه. يلا يا ابراهيم هات الكرسي واقعد. لو مسك ايه؟ مسك الحمام الرومي. عشان ما يقطعهاش. مسك الحمام الرومي. ما تيجي يا محمد. ما تيجي يا علاء. انا شايل البيت. شايل البيت؟ عشان البيت هتبكي. يوه والبت هتبكي؟ تبقى مش هتاكل حمام انت على كده. ما مرته هتنضف ايه؟ مرته هتنضف النفس يا مرته. لا يا ماما انا نضف لعلاهم الحمام. طيب يا اخي لما نيجي حتنا تاكلوا تقولي انا نضفته وما نضفش. طب انا الغلبان انا هنضف النفس انا يعني ولا؟ انت هتنضف لامك يا بيبي. ماشي يا خالد. على عيني. على عيني. ماشي يا سوس. سقيتها شويه في المايه. هو ده اسمه حمام ده؟ ده عصافير يا بنتي.
مش حمام زغليل ده يا ماما؟ اي بس ضعيف قوي يا ولد. ضعيف يا صفاء، فاكره الحمامات يا صفاء بتوع البلد؟ اه اي صغير يا مني. ده منى هتحلم من حيث ما قالوا هجيبوا حمام. وعامله حمام الصعيد، عامله حمام هنهي، عامله زي حمام الصعيد، عامله زي حمام الصعيد، عامله زي حمام الصعيد يا علاء. عامله زي حمام الصعيد. لا كوخ، كوخ لا ياكلها الفروج يا سوسو. صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. انا احب اللي يبص علي يقول اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي عاوزه بالفريق يقول، واللي عاوزه بالحمام يقول، واللي عاوزه بالقوارص يقولوا. وانا عاوزها بالفريق يا ابراهيم. انا عاوزه نص وحده بس. احمد عاوز الزوجه لي. وصفاء ما عاوزاش خالص، ومنا ما عاوزاش خالص. شافوا ندى عاوزه ولا ما عاوزاش؟ قول يا ندى عاوزه حمام ولا ما عاوزاش؟ عاوزه حمام. ما اقول الحمام ده المفروض ندى اللي تاكل حمام قوي. لا يعني قوي ندى عشان حامل. طب تعالى نضيف لها حماماتها. تعالى تعالى يا حاج محمد، تعالوا يا اولاد. واللي توحش ضرب محمد يقول لي ضرب محمد. خشي على السلك الكهرباء والبيت يا قال بعيد. اللي نفسها ضرب محمد يا بنت تقول لي. يا مشاهدين ما سمعت. صلوا على النبي يا بنت. ايوه دي صلوا على النبي. ايوه يا صفاء، جدع يا صفاء، جدع يا صفاء، جدع يا صافي، جدع جدع يا صافي، جدع يا صافي، جدع يا صافي. مع الناس الاول عاكرين تنظفوا، مش كل الناس تفضلوا. ما هنقولوا تفضلوا بعد ما ننظفوك ده هو ونزغللوه ونب حمام. حمام الاسم حمام يا ولد. ده الواحد ما يكون عنده ضفية حرج يقول له تعالى خد كل حمامي. ليه يعني؟ ضعيف خالص يا علاء. مش الكبرى ولا بصغره بالفايدة بتاعته يا غالب ولا فايدة. روح البلد اي حمام البلد حكاية. جدع يا منى شاطر. الصعيد مفيش احسن منه. نعم يا احمد نعم. الله يرحمك يا باي، الله يرحمك يا باي انت وامي. يا الحمام يا الحمام يا الحمام. ما ادري ما كنت احمد مربينا جوزه هو، وكل يومين اركب سناء تجيبهم له وتيجي. أنا مش هقدر أركب هو يا غالي. بعد إذنك وبخلي لك كبد والقوانص بتاعتك. كبد وقوانص؟ ما لهمش يا غالي كبد. ما لهمش كبد وقوانص يا غالي. ما لهمش كبد. تسلم وتسلم وتسلم وتسلم. قول له يا حبايبي حرم ولدي أهو. بصوا الحمام عامل كذا غليل. فاتح بوزه ليك ده. قول له عاوز ياكل. أهو عامل كالعصافير. قول له مرت علاء. قول له مرت علاء يا حبايبي. تسلم ايديكم تسلم ايديكم. الله اكبر الله اكبر. هو الرومي ده هو ده ابراهيم حورا الرومي. ايوه نظف الرومي، نظف الرومي يا ابراهيم. ما عرفش يا بخت المظلوم يا ابراهيم. لا والله يا ام، يا بخت المظلوم يا ولد، يا بخت المظلوم يا ولد، يا بخت المظلوم. هتجيب لنا فريق يا محمد ليه الحمام ده؟ حاضر يا غالي. ها؟ حبيب قلبي يا حب. أحلى فريق. ولا أكلم حبايبي يبعتوا لي من سوهاج. اللي أنت عايزاه يا أم. ها؟ اللي أنت عايزاه. أهو إبراهيم قطعها يا صفاء أهو. لا والله. والمصحف قطع أهي. لا 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 لا. أنا لسه عملت لها إيه؟ إبراهيم قطعها يا حبايبة. أهي. الرومي الرومي أهي يا حبايبة. دي الوقيت القطع. أهي. أهي. باي باي. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك والاشتراك والسفروس وتفعيل الجرس والقلوب والقلوب الجديدة يا جماعة. معلش بعد اذنكم، كل القنوات اللي موجودة في قسم لمحة هي قنوات ماما سناء، واللي يخص ماما سناء واولادها دي القنوات الرسمية. اشتراك بعد اذنكم يا جماعة وتفعيل الجرس لكل القنوات، وتابعوا كل الفيديوهات.
وحيوا ماما سناء، حيوا ماما سناء يا حبايب، حيوا ماما سناء يا حبايب، باي يا حبايبي باي.